اه شباب انا بدخل بس بالويتنج روم بدخل الشباب اللي على الويتنج روم عشان نكمل السيشن الثاني ال 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 <applause> اه ظل في حدا على كل حال احنا بنبدا المحاضره واي واحد بيطلع على بيطلع امامي مباشره بس نعمل شيرنج للسكرين وين كنا احنا طب دكتور بس لو سمحت شابتر 4 مش رافع انت على Earning ال اللي هو السترينث السترنج اه على راسي الله يسعدك على راسي ما في اي مشكله اطلاقا آه اللهم صل على سيدنا محمد الشاشه موجوده امامكم الان اه تمام طيب تمام خلينا عشان بس إن الشباب اللي كانوا موجودين يظهر آه انه عشان السيشن بدا فمباشره الم... الو معاي يا شباب اه معاك دكتور طيب تمام انا بس بحب اتاكد الوايت سبيس لما تيجي تطبعها صعب طباعتها ليش لانه هي عباره عن عن فراغات تمام عباره عن فراغات آه، 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 وكلير سكرين فحتى عملت لك تنظيف للشاشه يعني آه، يعني التاب والفراغات ما بتبين عليك بالطباعه بس اذا احتجت وايت سبيس ها آه؟ يعني خلينا نعمل برنامج اذا بتحبوا دكتور ليش ما يطلع لنا الاوردينال تبع الوايت سبيس طيب بامكاننا نطبع زي الاسكي كود عادي بنطبع الاسكي كود تاع ال الوايت سبيس خلينا نعمل برنامج مع بعض ايه زي ما طلبت انت فور فور اس ان اس تي ماشي F F S N W S P شو رأيك شو هاي بتعني برنت برنت the ord of us بصير بصير آه شو معنى هذا الكلام مين بيقول هذا البرنامج شو بيعني راح يجيب, إيه يجيب السترينج وطاحها مرتبة الآن بو بأخذ أس إن سترينج تمام بأخذ الكاركتر الأول اللي هو واي بعدين بفوت جوا الدوران بسأل هل أس موجود بالدبليو أس بي شو هن الدبليو أس بي سبيس الوايت سبيس شو هن تاب البلانك السبيس العادي آه الـ الـ الهيدن كاركترز كلياتن الكلين اذا كان موجود اطبع لي الاوردينال تاعه نعمل رن نشوف النتيجه هاي رن شو اعطاني 32 32 لمين لهاي تمام ولهاي صح ولا لا صح طب لو جيت انا عملت هون تاب تاب أه خلينا كيف بدنا نحطها؟ دكتور شو معنى 32 32 آه. هو الاسكي كود للسبيس الاسكي كود لمين؟ آه آه. للسبيس آه. تمام تمام طيب آه ادمت بس بدي اشوف التاب آه كيف بدنا نحطها هاي دكتور آه جرب حط اربع سبيسات بلكي فاهمها لا الاربع سبيسات صعب والله بجوز يفهمهن كل واحد كانها سبيس اي واحد 2 3 4 ممكن يفهمهن كل واحد سبيس لحاله ما بدريش انا بس بتوقع هيك يعني هاي أيوه. لا سبيس لوحده 32 32 32 لا التاب بطريقه اخرى التاب بس انا مش عارف كيف بدك تدخلها هون بالسترنج لانه ما تيجي تضغط عليها على وحده المفاتيح آه بعطيك آه... اوكي طبعا هنا اعطاك ايرور فخلينا يعني نقصرها على السبيس السبيس ممكن courage return نجرب هيك ونعمل هيك او دكتور لو نحط فاصله بعدين بعدين تاب نفس الشيء الكرج ريتيرن اعطاني اياها هون ما ما اعطاش الاوردنال تاعها شو قصدك؟ فاصل كوتيشن وتاب مش فا... كوتي... ما هو التاب اصلا ما, ب... ما لما تضغط على وحده المفاتيح ما بيعمل لك تابيليشن جوا السترينج لكن في لها اسكي كاركتر ممكن تكون جوا السترنج يعني احنا لو عملنا ملف خارجي كان في تاب ممكن يتعرف عليها ما فيش مشكلة. طب انا بدي أعطيكم شغل ثاني كمان لو جينا حطينا هون فاصلة آه، اوكي هذا شو عامل هون اندنتيشن رب الله اذا نضغط التاب نشوف بس كيف ممكن اوكي ما فيش م... ما فيش فايده من الموضوع هذا بس بدي اعمل شغل ثاني اجي احط هنا فاصله أه حاصره واحط هنا حاصره أه بالشكل هذا واحط هنا اشاره الات معي تو اه معي بدي أه. اقول له اف اس ان اس بي بانك شو يعني شو يعني قولوا لي شو يعني يعني اذا كانت وايت سبيس هي بالوايت سبيس او بالبانكتويشن uh, uh, اطبع لي الاوردينال تاعها خلينا نشوف لاحظوا النتيجه بانكتويشن شو البانكتويشن الاشياء الحاصره السبيس الات الفاصله الحاصره تمام والله اعلم شو punctuation ال... اذا كان هون او هون اطبع لي اياه اف اس ان دبليو اس بي اه or... اور آه. بدي أخ... احط هون ان عشان احصرهن شويه اور ان اوكي هاي هنا احد المشاكل خلينا نشوف لانه بصير عمليه تكرار WSP SN WSP or punctuation فاخذ الاشياء على فكره الـ spaces مشتركه بين الوايت space وبين الـ punctuation طلعت طيب خلينا نكرر كالتالي عشان ال فيها شوية مشاكل or or S N هيك بتصير ممكن تصير أزبط وهاي رن هيك كان أكتر لأنه المرة الأولى كان في ريبيتيشن تكرار هاي 125 اللي هي الحاصره والحاصره اليمنى الحاصره اليسرى 123 السبيس 32 الات 64 شوفي كمان عندنا الفاصله 44 والسبيس كمان 32 اوكي اوكي وصلتكم الفكره يعني مقصود انه انا اذا عملت امبورت في عندي لايبراري خاصه في السترينج طبعا هاي اللايبراري فيها شغلات كثير احنا انا ما بديش يعني اخش بتفاصيلها لانه عباره عن بحر لو كتبت string dot بعطيك لكتير من ال functions لكتير من آه, شوفوا اللي بسموهن System Variables، ASCII Letters، ASCII Lower، ASCII Upper، Capitalized Word，Digits، Hexadecimal Digits، Octal، الأكتا, Octal Digits، آه, Printable، Non Printable، Punctuation، White Space إلى آخره. تمام؟ بس نعرف إنه في عندنا Library، وهاي Library إذا بدك تحصل أو 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 تعرف تفاصيل كل حاجة بإمكانك أنت تقرأ وتستزيد لوحدك لكن إحنا خلينا أخذنا مثال عشان فهمك كيف ممكن تستفيد من أشياء البانكتويشن مثلا تعطيك كافة البانكتويشن الموجودة عندك على لوحة المفاتيح الوايت سبيس كافة الوايت سبيس الموجودة عندك على لوحة المفاتيح اللي بجدول الاسكي في أشياء أخرى كمان موجودة ولكن أنت إذا بدك تستزيد بإمكانك تقرأ لوحدك هاي الأشياء عشان تستزيد منها Uh, الامور واضحه يا شباب لغايه الان واضحه <applause> الان هيك بنكون انهينا السترينج واعطينا حتى يعني اوفر لكن الان بترك لكم uh, يعني اذا في عندكم اي اسئله uh, باقي السيشن هذا كلياته ديسكشن اي اسئله بتحبوا تسالوها على السترينج انا جاهز raise your hand بامكانك تعمل raising يور هاند وانا يعني جاهز آه اذا في عندك اي سؤال حول السترينج آه حول حول السترينج ان جنرال بشكل عام حتى يعني اذا ما اذا ما انتش مجهز حالك انا انا بعطيكم فرصه انه انه بتحبوا تقراوا تشابتر السترينج وتراجعوا مره ثانيه وحاب اعطيكم حاب اعطيكم تو كويزز يا شباب لاني اخشى ان التقييم يصير يعني على الاعمال حاب ابعث لكم على الاي ليرنينج تو كويزز within a limit of time تجاوبوهن آه, وترجعوا لي الـ يعني الاجابه مباشره

يعني <applause> اي ليرنينج مين هذا اه اه عادي اسال مين عبد المنعم الجهماني آه و الستريب ما اخذنا الاشي اللي ما اخذناه اقرا لحالك يا محمد العبيني مح... محمد العبيني الستريب عبد المنعم يعني... دكتور مش عبيني لا آه عبد المنعم الجه... الجهماني بيسال عن الاي ليرنينج شو مشكلتك بالاي ليرنينج يا عبد المنعم؟ لعبيني دكتور ما شرحنا هالستريب دكتور يعطيك العافيه الله يعافيك اغلبك دكتور انا مش فاهم يعني اللي بتنزلهم انت على على الايرنينج مش عارف كل واحد لايش كل واحد لاي شيء مش عارف كيف امشي فيهم من اول انه بالترتيب الفيديوهات دكتور صراحه الاشياء مش فاهمها شباب ممكن انك هيك. اوكي لا آه شباب الكل سامعني سميني. انا وديت لكم لينك للقناه اليوتيوب بتاعتي صح ولا لا؟ وصلكم كل آه صح. آه صح. تمام وكل ما عملنا تسجيل ببعث لكم اللينك بتاع التسجيل برضو على ليرنينج ولو دخلت على القناه بتلاقي العنوان الفيديو بقول لك مثلا سترينجز بارت 1 سترينجز بارت 2 احضر بارت باي بارت يعني انت لا تنزلش عندك ولا شيء خش على اليوتيوب واحضر مثلا هاي المحاضره راح تكون بارت 6 اند بارت 7 ليش لانها تو سيشن ورا بعض معايا يا شباب الشاب اللي سال اللي هو عبد المنعم معك دكتور معك وصلك اللينك تاع القناه تاعتي وصلني ممتاز خش على القناه كل ما فيش بالقناه غير مادتين، ماده الماجستير اللي عندي لطلاب الماجستير وماديتكم و... وعلى فكره نفس الشرح لكل للثلاث شعب اللي عندي، يعني مش خاصكم مثلا انتم كشعبتكم بالشرح لا ال... الشرح لكل ال اللهم صل على سيدنا محمد لكل الشعب بتخش عليه مرتبات مكتوب لك بارت 1 بارت 2 بارت 3 آه خلصت من السترينج او مثلا بعديها كاتب لك ديسكشن ديسكشن معناه مناقشه مع الطلاب آه في ناس بتسال بنجاوبها بنكتب برنامج بنناقشه وهكذا وصلت الفكره يا آه عبد المنعم وللشباب بصوت كلهم بصوت. اه فخش على القناه بتلاقيهن مرتبات اذا انه في عندكم اشكاليه اذا في عندكم اشكاليه انا آه عملت جدول بكل شيء سجلته آه بس بعد ما ضفت هذول له ممكن احمل لكم الجدول هذا كويرد معايا آه يا شباب عن الموضوع مع اللينك مع كل حاجه واحمل لكم اياه على ليرنينج بس تفتحه ما عليك غير تضغط على اللينك ويوديك على المحاضره بتحبوا بودي لكم اياه ما عندي شيء مشكله عشان اسهل عليكم وديك. بودي دكتور بودي لكم اياه بس بوديك وين بوديك على اليوتيوب عشان تحضر المحاضره تمام لان هاي القناه فتحتها مخصوص عشانكم ما فيها اي حاجه الا الماده التعليميه اللي بعطيها للبايثون ولطلاب الماجستير فقط لا غير في ثلاث محاضرات ماجستير بكره في محاضره يصيرن اربعه والباقي المحاضرات كلها لكم معايا يا شباب معك يا دكتور دكتور معك, معك. <applause> خلص وصلت انا بحمل لكم هذا بضيف عليه التعات اليوم وبحمل لكم الملف هذا على شكل ويرد. على الاي ليرنينج. انا عاده بضيف اسبوع اسبوع بالاي يعني انا محمل بالترتيب أه وبحط العنوان أه ولكن أه الجدول هذا اللي سويته أه ممكن يسهل عليك لانه مرتبات حسب أه التواريخ أه وبسهل عليك تفتحه بس تضغط على اللينك بيوديك على المحاضره مباشره معايا يا شباب؟ أه معاك معك يا دكتور معك معك على بركه الله حليت بالفرق. لك المشكله يا عبد المنعم هي ميه دكتور يعطيك العافيه على بركه الله آه أو أو محمد العبيني سامعني محمد العبيني دكتور شكله روح او نام طيب هو سال عن الستريب يا شباب احنا مش رح نقدر نعطي كل شيء بال بال بالسترينجز لكن نرجع للستربس الستريب اللي حكى عنها اللهم صل على سيدنا محمد بس بدي اعمل لكم شير للسكرين الثانيه شير في عندي انا ميثودز كثير الستريب 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 اوف كاركتر طيب خلينا نقول الستريب شو بتسوي strip in python method هي طبعا remove spaces at the beginning and at the end of a string خلينا نعطيكوا عليها مثال كالتالي هذا مثال جاهز مجهز على strip إذا معاي لعبيني أرجو أنك أنك تكون معي دكتور هو مبين إنه معنا معنا بالهاي ممكن الصوت عنده فيه مشكلة على كل حال على كل حال أعمل لكم شير بس للسكرين حيو بعث لك مسج معنا طيب ممتاز ممتاز على بركة الله بس يا دكتور هاي خليها بالله افتح واحدة جديدة حابة حابة يعني بدك بدك مش مشكلة مش مشكلة صورتها أنا صورتها طيب ما مش إشكالية أنا أنا ببعث لكم توتوريالز مش إشكالية هاي واحدة جديدة زي ما طلبت آه بس خلينا نكبرها شويه انا عشان نكبرها جاهز آه طيب شوفوا هنا شو سوينا آه txt text equal banana بس شو حطيت حطيت فراغات قبل وفراغات وين بعد تمام اها جيت قلت له x txt.strip السترب شو راح يساوي؟ بشيل هذول الفراغات وبشيل هذول الفراغات وبيخلي كلمه بنانا لوحدها وصلت الفكرة؟ اه وصلت هاي آه خلنا نعمل بعمل يعني... يعني ستريب بدمج ايجرون للسبيس لا هو بعمل ريموفينج للسبيس هاي سيف وهاي رن اوف آه. اول all... اجنور اك... اجنور ولا ريموف يا دكتور اها آه خلينا خلينا نحطها لوحدها ما نحط معها تكست نهائيا عشان تبين عليكم لوحدها بس آه المشكله اني حاب ليش حاب اطبع تكست قبليها؟ لو طبعنا بس هيك آه يعني هيك حرف ال وبعدين طبعنا هون آه حرف اي ليش؟ مين بقول لي ليش؟ عشان نبين انه تجاهل السبيسز اوكي؟ اها ال اي هاي رن طبع ال -L. تمام؟ ترك فراغ واحد فقط، طبع بنانا ترك فراغ واحد فقط، وطبع I. إذاً شو سوى هو بالضبط؟ شو سوى السترب remove... اه, remove a space. remove the spaces اللي at the beginning and at the end. يعني هذول لغاية هون شالهن، وهذول لغاية هون شالهن. يعني دكتور أنا بفهم أنا بفهم لو كانت في أكثر من جملة غير البنانا إنه رح تدمج الكلام كله ببعضه أه البنانا يعني السبيسز كلهن مهما كانن اعتبرهن عبارة عن ون سبيس آه اعتبرهن عبارة عن ايش؟ ون سبيس, ون سبيس يعني لو كانت بنانا فاشن مثلا أه يعني بنانا فاشن كلها كلمة واحدة يعني معلش نرجع لل يعني شو قصدك اكتب هنا آ... فاشن هيك أوه. ولا اترك فراغ اترك فراغ واكتب فاشن ايوه هاي فاشن اوكي الان نفس نفس العمليه واحد. هاي هاي تعتبر الكلام الان اللي بالنهايه والبدايه بيعتبروا ون سبيس هاي ال اه طبعها هيك فراغ. اه انا فكرت انه الفراغ اللي بيناتهم بشيله كمان لا هو بالبدايه وبالنهايه هذول بالبدايه كمل فراغ كثيرات كلهن اعتبرهن ون سبيس اه تجاهلهن يعني اعتبرهن ون سبيس اونلي تمام اوكي واللي بالبدايه هذول مهما كان اعتبرهن اونلي كمان ون سبيس بسبب مفعول ايش؟ السترب وصلت يا شباب؟ وصلت طبعا انا ما اعطيتكم اياها مش كل شيء راح اقدر اعطيه يعني صعب نعطي كل شيء لكن طلبنا منكم ميثودز اساسيات اذا بتتذكروا. هاي شيرنج عشان تشوف الشاشه. اذا بتتذكروا الاساسيات قلنا هذول العشره تقريبا نهتم فيهن زياده. وفي عندك كثير يعني ستارت with سبليت لاين، سبليت، ار ستريب، ار سبليت، ار بارتيشن. في اشياء كثيره وكل واحد له استخداماته. في عندي يعني اذا بدكوا اللهم صل على سيدنا محمد تستزيدوا في يعني بتقدر يعني اللهم صل على سيدنا خليني اعمل لكم شيرنج لهذا الموقع كثير كويس دقيقه واحده وين صرنا احنا اللهم صل على سيدنا محمد اوكي هاي شير لحظه وصلتكم الشاشه آه، هذا الموقع هذا الموقع w3 w3school.com كثير كثير كويس كثير ممتاز وسهل وبسيط وميسر حتى بعطيك السينتاكس بعطيك شو بتسوي أه بعطيك مثال وبعطيك ات يور سيلف يعني جربها بنفسك تمام وبعدين هون بصنف لك توتوريالز كامله بايثون فور لوب فور وايل اف ال ستس ليست والى اخره ماشي يا شباب دبليو 3 سكول اسمه والله دكتور السؤال بعد اذنك تفضل الحلقه هاي بتنزلها على يوتيوب ولا لا؟ اه اه ثنتين تو <applause> سيشنز على اليوتيوب ستة و7 سترينجز بارت 6 بارت 7 اوكي؟ يعطيك <applause> الله يعافيك على راسي على راسي غيره يا شباب دكتور بالنسبه <applause> دكتور كيف راح يكون التقييم الامتحانات الاشياء هاي آه شباب امبارح آه وصلنا آه يعني آه الله مصلح على سيدنا محمد صراحه لانه شفت الجامعه الاردنيه كمان حاطه انه في ناجح راسب شباب الجامعه الاردنيه التغى قرارها لغته وزاره التعليم العالي لانهم اتخذوا القرار من انفسهم بدون الرجوع للوزاره وهذا غلط لذلك اليوم طلع قرار بالغاء قرار القرار اللي اتخذته الجامعه الاردنيه. امبارح وصلنا ملف من كليتنا بطلب مننا اقتراحات للتقييم. الاقتراح اللي كان عندي انا شخصيا يعني بحكي عن نفسي طبعا هاي الاقتراحات والشرط ياخذوا فيها بدها ترتفع لوزاره التعليم العالي وزاره التعليم العالي هي اللي بتقرر. الاقتراح اللي عندي شخصيا كان انه اعمل امتحان واحد مالتيبل شويس على الاي ليرنينج -e ابعث لكم اياه واعطيكم ديوريشن تحلوه وترجعوه تمام أوه. وبالاضافه وبالإضافة لل... او بالاضافه للكويزات اللي أه بقترح عليكم اني ابعث لكم اياها على الشابتر السترينج والشابتر اللي قبليه برضه مالتيبل تشويس يعني اختيار من متعدد تمام والان التقييم يكون ناجح راس، مش علامات لانه حقيقه يعني خلينا نكون صريحين مع بعض يعني انا ب... انا يعني شخصيا الطالب بده علامه فيعني بده يحل الامتحان بالطول بالعرض لو بجيب خبير لو بيستاجر خبير من اوروبا يجيبه حتى لو معاه كورونا بحطه بجنبه وبقول له حل الامتحان هذا رايي الشخصي انه التقييم يكون ناجح راسب ونفس الاقتراح اللي اقترعته الجامعه الاردنيه وحقيقه اني اقترحته وعملت له سبمت بامكانك حتى لقمان تشيك هذا الشيء مع الدكتور معاويه قبل ما تقترحوا الجامعه الاردنيه انه يكون التقييم ناجح راس لكن هذا القرار مش لي القرار هذا للكليه ولا يعني الكليه بترفع اقتراحات وقرار وزاره التعليم العالي شو بدهم يقرروا احنا بنمشي فيه وان شاء الله ما عليكوش خوف هاي يعني انا ماشي معكم وشو اللي بدكم اياه انا مستعد يعني اساعدكم فيه ما بتقسوا شي دكتور والله حبيبي بتكتر... دكتور دكتور ما راح يبين انه باعتقادي الايام هاي ان شاء الله يعني لا الان لا. في جمع اقتراحات والايام هاي ان شاء الله ممكن الاسبوع الجاي يبين اوكي اه أو بس دكتور يعني هسه قرار الاردنيه التغى والجامعات المحلة لانه في ثمان جامعات يعني منهم الاردنيه الاردنيه صدر قرار بأنه هذا ملغي تماما يعني هذا الحكي بس في كمان سميه وجداره والزرقاء مش على كيفهم لانهم بيتبعوا لوزاره التعليم عالي كل الجامعات مش على كيفها <applause> لانه هذا القرار يعني حساس شوي يعني كمان انت بدك تقيم الطلبه يعني ولو اني انا معاترة يعني لانه ما بصير طالب يعني الطالب يعني لا انا وجه لوجه معاه ولا يعني في امور في تعقيدات كثيره يا اخوي لا صحتكم اهم من الدراسه يعني ان شاء الله ديروا بالكم على صحتكم ولا <applause> ت... لا... لا تلعبش برا يا لقمان نظرك يش تلعب بالفوتبول برا <applause> والله ما بطلع من الدار يا دكتور كيف ما تطلع؟ اصلا سوم يا دكتور معزوله يعني بدي اروح؟ اذا بطلع الجيش بذبحوني ذبح مو انت بدك ذبح يا لقمان بس عادي يعني <applause> بس ما بيقطعش فيي دكتور شو بده يقطع فيك و... سوم وشناق شناق هذول شنق ونص ال... ال... شو اسمه بني مانيش عارف منهم <applause> هم <شنة> من العثمانيين <applause> طيب ده بس دكتور صدق انه ملتزم ويعني الي اكثر من 25 يوم بالدار قاعد شو طيب دهاني. على كل حال الله يا ربي يحميكم جميعا وان شاء الله كلياتنا بنطلع أيوه. كلياتنا وبلدنا واهلنا واخواننا وقرايبنا بيحفظهم ربنا ونطلع من هال من هالموضوع ان شاء الله كلياتنا على خير وسلامه تاكلوش هم طيب. ان شاء الله الامور طيب. طيب. بسيطه اهكلوا هم انه انتم ما تنقطعوا عن الدراسه ما تنقطعوا عن البايثون ما لازم تفهم وتبرمج لا تضيع وقتك هذا بدي اياك تركز عليه الجميع ان شاء الله طيب الان دكتور بالنسبه للكويز دكتور آه. كيف راح يكون يعني اسئله من الشابتر اللي قبل ولا آه ممكن ابعث لكم كويزين يعني آه كويز اول وبعدين بعد فتره ابعث كويز ثاني واعطيكم تايم ديوريشن يعني كل كويز مثلا مع 10 دقائق ربع ساعه تحلوا بسكر لحاله ايوه اه, آه. وببعث لكم على الايميل على الاي ليرنينج انه يا شباب في كويز راح ينعقد بالوقت الفلاني بالساعة الفلانية ما راح يفتح معك إلا على وقته تمام؟ أي آه تمام بعطيك آه. مثلا تايم ديوريشن 10 دقائق اللي تكون حاله وبعطيك على أي تشابتر يعني على تشابتر السترينج على تشابتر الكنترولز مثلا ماشي و... ومالتيبل تشويس يعني كله اختيار بتعطينا عليه تعطينا عليه هنتات هنت hint. ما في مشكلة مشرحة أعقدها بوجوكم يا جماعة إن شاء الله الله <applause> يسلمك <applause> الهدف هو تعليمي مش وتقييمي مش الهدف اني اعقدك ان شاء الله <applause> بس بدي اياك حتى لو ما كنتش انا فوقي راسك انت كدافع من نفسك تقرا التشابترز افرض افرض انه هذا التعليم يعني افرض انك انت بتتعلم تاخذ كورس من بلد ثانيه وعن بعد وبتكيش تسافر وبعد فتره راح يودوا لك الامتحان اونلاين اكزام فيفترض انك تكون دارس مزبوط ولا لا؟ مزبوط ف... يعني اجتهد على نفسك لانه برضه هاي أمانة بين ايديك انه بدك تتعلم بلحظه من اللحظات راح نرجع للجامعه وراح تحتاج البايثون فلا تهمل فيها اقرا الشابتر اللي هذا واللي قبليه وانا بودي لكم الكوزات والكوزات راح تكون ما فيش فيها صعوبه مش راح اعطيك بربع ساعه تصنع صاروخ اشياء بسيطه ومباشره وملتيبل تشويس يعني اللي مجرد ما عملت تك خلاص تتعبى والتقييم والايفالويشن على السريع يكون تمام يا شباب تمام يا دكتور تمام يا دكتور في حدا عنده اي سؤال قبل ما ننهي دكتور بس اللي اعطيتنا اياها قبل شوي اللي هي تعيت الـ الستريب الستريب نعم بس اللي اللي قلت لك عنها اللي حذفتها اللي إيشي اه ايش هي؟ ثواني شوي بس افتحها آه. اللي هي التعيت اللي شو اعطيتنا عليها الاورد اه الاوردينال الاوردينال هي احنا حكينا في عندنا جدول مع كل ماشين مع كل جهاز على كل جهاز بالدنيا في جدول اسمه جدول الاسكي تمام اها الاسكي اختصار لامريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج الصيغه الامريكيه الموحده لتبادل المعلومات أه. تمام ليش على اساس ان بتروح على لوحه مفاتيح جهاز باوروبا بامريكا بالاردن اللابتوب ستاندرد مزبوط ولا لا مزبوط. في عليه احرف انجليزيه في عليه احرف عربيه ممكن يكون عليه احرف صيني كل حرف او كل كاركتر من هاي الكاركترز اللي على لوحه المفاتيح إلها رقم في جدول الاسكي بسميه أه. الاوردينال الاوردينال نمبر بحيث انت لما تضغط على حرف الاكس مثلا على لوحه المفاتيح او على حرف الاي كابيتال اللي في الاي كابيتال رقمه في جدول الاسكي 65 وكيف ما راح يطلع معك على الشاشه اي كابيتال بالرسم رسم قاعد بيطلع معك او بفهم الكمبيوتر على اساس انه 65 ال 65 في جدول الاسكي عنده شو بتعني؟ بتعني حرف الاي، باخذ حرف الاي بوريك اياه على الشاشه. وصلت يا شباب؟ وصلت. اه يعني هسه يعني اللي قبل شوي يعني تقريبا في هذا المعنى. اه اخذ حروف واخذ كل شيء سبيس وكل شيء. كل شيء على لوحه المفاتيح له اسكي كود. اه تمام وصلت انا كنت صراحه كنت مفكر انه بس للسبيس ولا شغلات هاي لا لا حتى السبيس مش عندنا مسطره مسافه اه هاي ما هي السبيس مضبوط؟ انا عارف انا كنت آه مفكر عين. بس وال والرموز كل برونوس. كل كاركتر موجود على لوحه المفاتيح له اوردينال في جدول الاسكي اها أه تمام وإحنا اخذنا برنامج جمعنا طبعنا فيه جدول الاسكي كله بس شو مشكلته؟ انه في نان برنتبل كاركترز وفي شيء بسموه كلير سكرين كاركترز مجرد ما مر عليها بيعمل كلير للسكرين فما بنلحقش نشوف كل حاجه ف طبعنا رينج لكن بامكانك اقول لكم ليش استنوا علي شوي يعني دقيقه واحده معنا سبع دقائق خليني اوريكم جدول الاسكي كله الاسكي تيبل كلياته عن طريق الانترنت. آه هاي جدول الاسكي والمطولة الله أنت شايفين الشاشه تاعتي ولا مش شايفينها؟ اه شايفين الانترنت آه. آه. <applause> الاسكي تيبل اوكي شايفين هذا الجدول اه شايفينه دكتور الصفر بتعني نل نل يعني ولا شيء الواحد ستارت اوف هيدنج ستارت اوف تكست اند اوف تكست اند اوف ترانسميشن طب دكتور الاحرف اليونانيه داخله ولا لا؟ خليك معي مثلا السبيس اللي قبل شوي طلعناها شايفينها هيني حاط الايد عليها كل شايفها؟ اه قديش الرقم؟ 32 30. نفس الرقم اللي طلعنا مزبوط ولا لا؟ مزبوط طيب شو بدكم كمان؟ ناخذ اشاره الات قديش رقمها؟ 64 64 ناخذ الاي سمول قديش؟ 97 الاي كابيتال وين الاي كابيتال؟ الاي ستين، خمس تحكي اه طبعا هذولاً الاكستندد العادي في عندنا عفوا اللهم صل على سيدنا محمد في شيء اسمه كلير سكرين كلير الكاريج ريتان اللي هي الانتر الانتر لما تضغط على مفتاح الانتر قديش الرقم 13 13 oh, uh, uh, طيب اند اوف ميديم الاسكيب مثلا مفتاح الاسكيب قديش 27 <applause> اه طيب شو كمان آه الباك سبيس تمام الديل الجرس اذا بدك اذا بدك الكمبيوتر يصير يعطيك جرس تيجي بتطبع السبعه لما تعمل برنت للسبعه بعطيك بيب هذا الصوت هذا اوكي اها اذا لاحظوا كل كاركتر وشو عمله كل كاركتر على لوحه المفاتيح الان واحد ممكن يسال يقول لي طيب الاحرف العربيه الاحرف العربيه في لها شيء بسموه الاكستندد اكسي او اليو تي اف او اليونيكود اليونيكود هذا نفس الشيء كود بس بتم اضافته عندما تتعامل مع اللغه العربيه بتم اضافته للجدول الأسكي اوكي بحيث تصير عندك الرموز العربيه متاحه آآ آآ خلينا يعني نقول له هنا

هناك في اشواط قدام الاحرف العربيه اه طبعا في لانها هي اصلا يعني الاحرف العربيه مستجده على على الاسكي تيب، الاسكي تيب, الاسكي تيب الستاندرد ما في، لكن لما صار التعامل باللغه العربيه صار لازم اضافه كود جديد للاسكي كود خاص في الاحرف العربيه، فلاحظوا مثلا لتر فورمات الارابيك لا هذا مش الاسكي Uh, خلينا نقول او اليو تي 8 of ASCII numerals اللهم صل على سيدنا محمد اعتقادي هذا الاسكي تيبل كلياته طيب اوكي شوفوا يا شباب شايفين هاي الطباعة كمان هاي كمان تعتبر من الاسكي كود بس طبعا بصل لغاية 255 طبعا اياه كلياته بدنا نشوف الاحرف العربية وين صارت اكستندد اسكي هيك صار اكستندد يعني موسع اوكي okay. السيجما مثلا هاي من الكاركترز مش موجوده على لوحه المفاتيح ولكن بنستخدمها النص الربع الاشياء الصغيره هاي اي دكتور مكتوب فوق الليست عن ايش بتحكيها هاي Arabic كود <applause> بيجز Arabic كود بيجز اوكي طبعا هون آه اللهم صل على سيدنا محمد آه آه الكود هذا اليو تي 8 باعتقادي هذا اليو تي اف الاحرف كلياتها وبالهكسا ديسيمال ترى دي بي سي دي ديسيمال مرقم لك اياهن معطيك الاوردينال بالهيكس ديسيمال بس بنقدر نحوله للديسيمال ما فيش اي مشكله في كود بيج حسب الانكودينج اللي بتستخدمه مثل الاسمو 449 هذا ستاندرد كمان كمان اعطى ارقام ثانيه بس طبعا هذول كلهن مضافات لوين يعني مش جايات من الستاندرد هذول اكستندد اسكي. توسعه لانه اصلا اصلا بالاسكي كود تيبل ما في احرف عربيه ولكن انا مضطر اني امثل الاحرف العربيه ولازم اعطيها كود عشان يقدر يتعرف عليها الجهاز. وصلت الفكره يا شباب؟ وصلت الله يعطيكم العافيه الله يعافيك، دكتور حتى حتى هي بس العربيه ولا كل اللغات غير الانجليزيه؟ كل اللغات موجود لكل الكاركترز لكل اللغات اكستندد اسكي وكود خاص كود بيج خاص فيها اوكي اها كل اللغات عشان انت ممكن ان تكون بتتعامل بالصيني فبتقلب لوحه المفاتيح للصيني بس يعاد تعريف لوحه المفاتيح حسب الكود بيج اللي انت بدك اياها طبعا هذا الانكودينج اللي بنسموه احنا ايش الانكودينج تمام اه بس مش يعني ما بيكونوا اكسس غير الانجليزي يعني انت لما تيجي بدك تقلب للصيني بتقدر تتعامل مع الصينيه احنا عربي وانجليزي يعني انا بحكي انا بحكي كلغه مثلا الحروف اللاتينيه كاللغه التركيه او اللغه الليلة. آه. احرف لاتينيه فمش فرق كثير بينه وبين الانجليزي بجوز كثير.